متابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر هنا من طريق الرابطة ما بين مدينة الصويرة وأسفي. نقول لكم أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم معنا. إذن تأكدوا لنا أن الصوت عندكم مسموع متابعينا ومتابعاتنا الكرام. شكون مازال فايق معنا ومن فايقين معنا؟ ومعنا محسن، كنقولوا ليه مساء الخير أبو حسين. مساء الخير ومساء الخير كل متابعين جريدة شوف تيفي. إذن تحية لكم متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا اللايف المسائي، ونرحبوا مرة أخرى بالتعليقات ديالكم. محسن من 8 الصباح وانت فايق حتى لدابا، كي دايز نهارك؟ واو كيف ما كيقولوا مهنة المتاعيب. الحمد لله، حنا شوف ملي كتشوف راسك واقف مع الناس، يعني كتحاول كدير معهم واحد المجهود باش انت تعاونهم ولو بواحد الحاجة اللي هي صغيرة، فديك رحمة الوالدين اللي كتسمع في الاخر، فهذاك هو اهم شيء، هذاك هو الخلاص ديالك. حسين دابا ساليتي الشهر الاول ديالك، غدا غتسالي الشهر الاول ديالك، مرحبا بك اخويا. وحسين هو الكاميرامان ديال لا ريجيو، حنا معانا. مرحبا مرحبا مرحبا، منين كتابعونا الاخوان وكيداير الاجواء عندكم وفين شادينا في هذا الليل؟ مرحبا بالتعليقات ديالكم، غنخلو لكم النمره ديال محسن اللي بغى يعيط لنا يعيط لنا في التليفون ديال محسن. اكيد هو اتصلوا بنا على الرقم 06 35 30 17 98. انا مكثر الدوخه ولاو كيجوني هاد الفيراجات هادو، صافي سالاوني هاد الفيراجات، كنحس بواحد الارهاق تاع الفيراجات هادو. حنا دابا قرابين بزاف تاع المست، حنا على مشارف منطقه تاع المست يا ربي امين، ولكن راه ماشي زعداتنا والله ما زعداتنا اختي. سميتها ليلى عواد. ليلى اختي، والله الا شوف بعض اللحظات انا دابا محتاج فعلا نحط راسي على المخده. هي مناش كنفوت في النهار الساعه ونص مريض، ولكن كاينه حاله مستعجله في مدينه الصويره ديال واحد الاسره رابت عليها الدار ديالهم وهما بيتين في الزنقه. اذا انا بالنسبه لي ملي غنسمع واحد في الزنقه، بيت في الزنقه، اذا انت انا مضطر انني ننتقل عندو لعين المكان، يعني ما يمكنش معرفش غنقدرو ندخلو الصويره مع الجوج الى الجوج ونص الليل، غيكون الوقت متاخر. لابد انا كنت مشيت
دير الواجب ديالك المهني وتقدم يد المساعدة لدوك الناس. طريق آخر ماذا يقول؟ قال لك عندك الفيراجات بزاف تما اخويا. الفيراجات اخويا اكيد. الفيراجات اخويا الفيراجات هما اللي كاينين اخويا. نخليكم معنا متابعينا ومتابعاتنا الكرام. احنا حاليا دابا نوقفوا في البراج ديال منطقة تلمست. شادين الطريق اكيد شادين الطريق مع ظروف العمل. واحد الدار رابط على شي ناس ولكن ما وقع لهم والو غير هما بيتين في الزنقه. لا لا ما كاين لا ضحايا لا والو ان شاء الله. اييه اللهم امين. شكرا. اذا كنبغيو تحيه كبيره لرجال الدرك الملكي اللي ساهرين يعني. نمسيكم على خير الله يعاونكم. كنبغيو تحيه كبيره للناس هذو اللي ساهرين يعني باش يوفروا الامن والامان على الطريق. دو الشاد دو الفاد وتحيه لهم. حنا متواجدين في منطقه تلمست. هذا براج فيكس كيبقى تقريبا 24 ساعه على 24 ساعه على ما اعتقد. فين ما كدوز من هنا كيكون هذا كيكون ديال هنا هذا. تركنا في لا تاني باقي خاصني في هاد الليل انا. شنو كيقولوا في الطريق هاد شي مورا الطريق ديال الليله؟ الليله كتقول لك الله مساك الله يديكم ويجيبكم على خير. شكرا لليله عواد هاد الاخت هادي اللي متفاعله معنا في هاد اللايف فكنوجه لك تحيه كبيره. غادي نمشيو للتعليق اخر اللي كيقول انت في تلمست ايوب. نعم دابا يلاه خرجنا من تلمست. احنا في المشارف ديال مغادره التراب جماعه تلمست باقليم الصويره. احنا دابا داخلين لاقليم الصويره. احنا دابا توعد هذه ثاني جماعه على مستوى الطريق الرابطه. كاينه الاولى اللي تزنا لها هي المخالف تما براكت غادي ما اعتقد انا ما غلطتش. احنا دابا في تلمست مورا تلمست غنلقاو منطقة معروفة بسمية سيدي عبد الجليل الكراكا. ندخلو منطقة الكراكا مورا الكراكا كاين حضرة كنذكر لكم اسمها اللي كنعرفهم بزاف. مورا حضرة كتلقى منطقة أولاغا. أولاغا تحية لكم تحية لجميع المتابعين ومرحبا الإخوان بالتفاعلات ديالكم والتعليقات والاتصالات ديالكم الليلية والمواضيع لكم الحرية اختيار أي موضوع أن نناقشه في هذا البث. تختاروا موضوع وممكن أنكم تربطوا بين اتصال ولو على الواتساب في الرقم التالي. محسن تكلف بالرقم أكيد. اتصلوا بنا على الرقم 06-35-30-17-98 06-35-30-17-98 ومرحبا بالاتصالات ديالكم وناقشوا معنا يعني اي موضوع مرحبا نناقشوا معكم. نشوفوا كيف التعليق مرة أخرى. إذا ما تسنى بدنا نوجه واحد تحية أنا تحية قبل ما نبدا. تحية للجميع الشوافرية اللي شادين الطريق والناس اللي كتشد الطريق والناس اللي كتضرب الطريق الإخوة. الناس اللي كتضرب الطريق الله يحسن عوانكم في هذا الليل ما فيها باس بنادم يرتاح الإخوان في المسافة المحددة اللي هي ساتين كما قالنا ديال الطريق الإخوان. وقف أخويا الشيفور ارتاح ليك أخويا حتى حاجة ما غاتها لما يقول لي شي واحد ديرها أنت ولكن بحال سايكلون فيلونس كتكون عندك حالة مستعجلة ضروري خصك تستجب معاهم. نحاولوا في نفس التكزولة تعشينا
وعاد رجعنا نكملوا ديك الساعه بقى ما بين السبت والبلاصه ديال صويره فين غاديين بيناتنا ديال واحد المسافه تقريبا توق الضرب بواحد 118 كيلومتر الى ما غلطت حتى دابا ممكن كاينه فايته 100 كيلومتر تقدر كيجي عليك اخر شي بالتاكسي شوفوا كيش وصل ضرب الشوايه مع الصباح الشوايه ديالها لا كلينا اللحم الراس اخويا هو لا عادي دابا كيجي شي شيفور بحال هكا دابا عنده هاد البالي هادو ماشي لاد هادو حشومه عليه دابا شوف السرعه باش غادي هوايا واخد راحته غادي ب 80 ولا ب 100 غادي طالق الليد الليد حشومه يدار الاخوان في الطوموبيلات راه كتقبلوا مع الشيفور في وجهه انا ما كنبقى بنادم راه ما كيبقاش يشوف كاينش اللي كتشوف كتولي مضطر انك توقف ولا موراك شي فيك موراك شي طوموبيل اخرى لا قدر الله يحفظ انا في البلاصه راه ما كاين الا لله وانه ود احمد هذه هو هي هذه هو زعما بكل صراحه واش ني طالق الليد وخاص نورمالمون دابا حيت فاش كتدخل للمدينه حتى دارك ما كيبقاوش يردوا البال بان راه كاين ماشي بالي عاديين راه كاع استغفر الله العظيم راه العذاب فاش كيتقابل لك داكشي بعينك وانت مرهق والليل تفضل شنو كاين في التعليق مازال وعد قال لك راه عرفك داير اللايف داكشي علاش هضر زوين لا شكون سميه باش تعلم سميه أيوب لا هي شوف بكل صراحة شوف دابا ربما بان لي التليفون بان لي اللايف مطلوق ولكن في الحياة العادي باش ما كنكونش اللايف ما كنحطش التليفون انا تماك على ودي الشمس غنضرب الكاميرا غتولي خارجة لك على الكروم ديال الكاميرا ديكو التليفون ما كنحطوش تماك الا انا كنبغي نطلق اللايف في الطريق ومحسن بحال هكا كيتعاون معايا انا باش كيخرب التعليقات من اجل السلامة ديالي انا في السياقة رجال الترك تمام ربما بحكم ان التواجد ديالنا هنا في منطقه اسيو ولا منطقه الصويره كاينه لا ديسيبلين حيت هو القانون المؤسسه هي مؤسسه عسكريه التكوين عندهم تكوين عسكري الناس كيتفورماو في المدرسه عندهم فاش كيقراو عندهم 3 سنين عامين ديال القرايه وعام ديال الستاج عسكري والنظام العسكري راه ما فيش بسالة ولا كذا نظام عسكري كيعطيك السلام ديالك مراقبة طرقية كيبدل لك وريقاتك كتبدل لي وريقاتك عادي يقول لك حل الكوفر تأكد معاك من 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 كلينات الإطفاء من اللومبان من الجيلي ديالك البالي مشعولين ولا ما مشعولينش ممكن حتى حاجة محروقة الجاج عندك ما مهرش هادشي كامل كيأثر على السلامة ديال السائقين بنادم اللي خاسر ديال الطوموبيل ولا مهرش الجاج ولا محروقة البولة يقاد داكشي ديالو قبل ما يمشي الطريق دابا نمشيو لطريق اخر من عند عبد الكريم يعني كيقول لك طريق السلامه شكرا الله يسلمك اخويا الله يحفظك تعليق اخر كيقول اميره يعني كتقول لك قرابين لبيركوات بيركوات تماما على ما اعتقد بيركوات هي اللي فيها الكراكه منطقه الكراكه على ما اعتقد الى ما خفتش الكراكه في بيركوات واقيلا احنا دابا هي هادي اللي داخلين ليها هادي اللي داخلين ليها الاخوان نتوما تبقاو متبعين معنا هاد البث حتى نوصلوا لصويره ونشوفوا الحاله اللي غاديين عندها ديال الاسره مره اخرى نرحبوا باتصالاتكم وتفضل محسن قول لهم النمره مره اخرى حيت انا تليفون اخر كرس لي هادي للاسف اتصلوا بنا على الرقم 0635 30 17 98 06-35-30-17-98 إذن غنمشيو تعليق آخر مع عند حفيظ تيزنيت كيقول لكم محسن صوب مزيان تما راه ماشي الصوبان ديال كازا لا وتقول لا شوف أنا طه اللي صيق هذا طه اللي صيق محسن كيقرا التعليقات محسن هو اللي عطاكم النمرة دابا أنا طه أنا اللي صيق يقول ما كنقدرش بين مركز مع السوكان ما نكذب عليكم لا يقول لكم راه يقدر شي واحد يبقى يقرا تعليقات ويصوب هذاك الشيء بنادم كيطلب ابين السلامه وطلب السلامه اخويا راه بغيتي تطلب السلامه دير الصمقه ديالك وبالليل ما تفوتش 80
ورد البال وعينك محلوله على كل شيء وطرق بال الحيوانات الطريق الطو الشناب الحجر وزعما تبارك الله على واحد الطريقه الاخوان فهمتيني دوك الطرق هاي هادشي علاش فهمتي هادشي علاش كنقول لك انا تركز يوم ماكش مركز كنت دخلت في هذاك الشجر فهمتيني ما كاينش بنادم كيراه خصو يرد البال بزاف بالسياقه ديالو حيت هي فرمشت عين السياقه غمض عين في جزء من الثانيه كتهز بك الطوموبيل يا كتلاح الله يحفظ البيس ولا كتقلب بيك ولا ما تعرفش ولا تأدي شي حد ولا تأدي شي حيوان يولي ضاربك قلبك انت كاع لازم يرد البال السلامه 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 يا كل شيء زيد ثلث ساعه زيد ربع ساعه زيد قسمين زيد نص ساعه عندك في الطريق زيد حتى ساعه المكانه صوب شويه ودق دق عليك وخاف على راسك وخاف مزيان على راسك خاف مزيان على راسك وكنوصيكم مره اخرى بحزام السلامه الاخوان في الطريق راه مساله ضروري حزام السلامه في الطريق هي مساله جد ضروريه ديروها الاخوان وردوا البال فيها حيت انا ما عرفتش علاش بين قوسين ديما كنقولها كنقول علاش الطاكسيات ما كيفرضوش على الركاب خارج المدينه انهم يلبسوا حزام السلامه علاش الكيران ما كيفرضوش على الركاب يلبسوا حزام السلامه الاخوان حيت فاش كتضرب كتهز هذاك الطوموبيل ولا هذيك قوه الصدمه ديالك الا ما كنتيش شاد انت في الكوسان اللي غير باش تخلي لي سباس ديال لي ارباك في اللي ديال الخدمه ديالو للاسف مجموعه ديال السيارات في المغرب عندهم ما عندوش فيهم لي ارباك ولا كتلقى ديزانستالي ولا فايت منو خدام ولا ما عاودوش قادو هو الدور ديال لي ارباك باش بنادم كيخرج سالم سالم كان واحد الصالح ديالي قال لي واحد النهار قال لي عمرني ما شفت شي طوموبيل مزيانه كنت غنقول شي سميه شي طوموبيل مزيانه دارك السيده وقعت لي شي حاجه كثيره بزاف لا ما كتوقعش بنادم يكون داير حزام السلامه الارباك كتكالي الدقه والسرعه اخوان بطبيعه الحال قوه الاصطدام راه كتكالي الاخوان السرعه ديالك حتى لو بغيتي قدر الله خرجت شي حاجه ولا شي حاجه بغيت تفران عليها ولا تكالي عليها كتفراني الفران كيتجاوب معاك سور بلاص وكتكون مسافه الامان مزيانه وتخلي ديما قدامك الطوموبيلات بعادين عليك والرموك كتهرب عليهم وما تضوبلش في البلاصه اللي ما كتشوفش فيها وحطان كود سيركيلاسيون المعلم تبقى حي من هاد من هاد من هاد من هاد المنبر كنوجه احر التعازي احر 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 التعازي وفاة ام الصديق ديالي هشام مخوف مدينة اكادير خبر كالصاعقة قبيلة جاني للاسف كنقول ليه البركة في راسك اخويا هشام الله يصبركم اخويا والله يعوض محبة الفقيدة صبر اخويا وانا لله وانا الى راجعون واذكركم الاخوان بالطريق الاخوان تكايس اخويا في الطريق تكايس اخويا في الطريق تكايس اخويا في الطريق للاسف والدة هشام للاسف الله يرحمها مسكينة في هذا النهار توفات البارح عاد صرت الخبر قبيلة توفات اثر حادثة سير جات تشوف الوالدة ديالها في اسيور شحال المسقط المكان اللي عايش مدينة فين كتعيش مدينة اكادير توفات على مشارف مدينة اكادير للاسف الاخوان الله يرحمها والله يصبر خويا هشام والاسرة وخالاته وعمامه وخواله كاملين الله يرحمهم الله يصبر جداهم الله يصبرها مسكينة في الوفاة ديال الابنة ديالها بنادم يرد البال الاخوان علاش كنهضر هانتوما حالة اخرى هانتوما هذا حيوان ما يمكنش لك ما عندوش القوه ديال الادراك ديالو انه يتجاوب معك ولا تميت جاي مغربيه غامية اللي مسموحه ليا هنا في الطريق كاينه مية هنا في الطريق ما تفرانيش غنوصل وانا مركز معاه في الطريق من بعيد بانوا لي عينيه كيبريو من وسط الشجر عرفت راه شي حاجه خارجه سي نورمال تم خارج قاطع هو ما كاينش عنده الادراك غيدرك بك بانك ركبت السياره ولا جاي بسرعه ولا كذا تقلب التوية للأسف تفضل إيه غنمشي لتعليق آخر من عند ياسمين إلى ليك تقول لك الله يوصلكم على خير تفضل شنو عاود تقرأ التعليق أخويا محسن ما سمعناكش لك ياسمين الله يوصلكم على خير اللهم آمين أختي ياسمين شكرا جزيلا لك وتحية ساكنة مدينة آسفي كنقول لكم تحية لوليدات البلاد وبلاد البلاد تحية لكم تحية أنا روان والإخوان راه ملي كنقطع الحس كنكون صافي
سديت فمي وغنركز في لاكسيون اللي عندي ديال الصوره. هادشي علاش كنقلش واش كنكون كنهضر وكنقطع الكلمه فمي للاسف، راه هذا هو السبب. هو كنشوف كار قدامي ما نقدرش نبقى نهضر وانا كنشوف فيه جاي قدامي. هادي المهم ياسمين تحيه ليكم، تبارك الله على بنيده تاسفي وبنيده تاسفي، تبارك الله عليكم من هاد المنبر وتعليق اخر السي محسن. عند الراقي هشام السوسي كيقول لكم عيط الرقم الهاتف ديالكم الله يجازيكم بخير. هشام الى بغيتي تواصل معنا دابا نعطيك رقم، ولا كنتي باغي تواصل معنا بعد لايف ربط الاتصال عبر الرقم التالي 06 61 93 18 27، 06 61 93 18 27، 06 61 93 18 27. ولا بغيتي تواصل معنا دابا ممكن لك تربط الاتصال حتى الرقم الرقم على الرقم 06 35 30 17 98. مرحبا بالاتصال ديالك. مقاطع زعما كانت هي، انا افضل دائما نشد الطريق على الساحليه، ما كنشدهاش هنا حتى انا باش ما بقاش كنشدها من نهار قادو. الطريق الساحليه كاين عندك المقطع المكرفص المغرب في اقليم اسفي، اما مباشره كتدخل اقليم صويره فهي طريق جد رائع على المستوى المقطع الساحلي. لازم كيمشي تماك بشويه ولكن بحال الصباح كتمتع بالمنظر ديال البحر، تبقى غادي على البحر الطريق كامل. للاسف ما كتلقوش لكم فيها اللايف تما حيت الكونيكسيون ما كايناش، البث ما كاينش، الارسال ما كاينش ديال
اللايف ديال ديال اللايف ديال ديال لا كوليكسيون ما كاينش، ولكن في نفس الوقت فهي طريق جد جميله وخصوصا في المقطع ديال صوان. بار كونتر دابا هاد الطريق هادي اللي غادي فيها انا راه ظهري كيتقسم عليا من كثر القرقلة السكوس كدكدك فريمون كدكدك وغتوصل وهذا فهمتيني غتوصل الى قدرتي تهبط ابان تصور باش ترجع في حالاتك تنعس ولو تغمض غير شويه في السياره فاش خدت نواكب الحالات اللي عندنا في مدينة الصويرة. هذه رسالة مفتوحة للساكنة ديال مدينة الصويرة اللي كتبع معنا في اللايف، كنقول لهم الناس اللي باغي يتواصلوا معنا تواصلوا يا عبر بريد الصفحة عبر الفيسبوك أو لا راسلونا أو لا ربطوا بنا اتصال يا على الواتساب أو لا عبر مكالمة عادية عبر الرقم 06 61 93 18 27. متابعينا ومتابعاتنا الكرام، اذا نمشيو لتعليق اخر البلدي عثمان كيقول لك السي طه اشتقنا لك. البلدي عثمان السي عثمان الغزال خويا عثمان كيف الحال شخبارك لاباس عليك الوليدات الواليد الواليده لاباس عليكم عثمان يا عثمان عثمان هناك ذكريات كثيره كتجمعني انا والصديق ديالي عثمان خصوصا ان على الطريق هذه اللي رابطه ما بين اسفي والصويره وفي البدايات ديالي في شوف تيفي في 2019 كان عثمان بين الطاقم معنا كنوجهو ليه تحيه عاليه لذاك الصديق الذي لم يتاخر في يوم من الايام في تقديم المساعده لي انا بشكل شخصي بحكم انني صديق ديالو. اتذكر كثير من المرات ربطت به الاتصال شحال من مره نقول ليه عثمان سابقا ما كاينش طوموبيل عثمان عافاك واحد ديبلاسمون صويره مكسوله هالمس هنا ايه ما كيقولش لا كنوجه ليه تحيه بزاف وكنوجه ليه التحيه للوالد ديالو والوالده ديالو الله يحفظهم ليه والله يخليهم ليه ومرتو والبنيه ديالو الله يحفظهم ليه وليداتو الله يخليك ليهم ويخليهم ليك اخويا عثمان. راه بان ليا شي ميساج ديال قبيله عندي في مسنجر غير باقي اخويا ما وقفتش باش نقرا راه انت كتشوف الوقت شحال الله اخويا باقي ما وقفت انا بنتي ليا صيفط ليا شي ميساج الله اخويا باقي ما سالي واحد القضية اخطاء يعني بالزوين يعني المجال ديال الصحافة انك كتكتسب كيولي عندك حب للدومين يعني بحال مثلا ملي كتجيك شي شرطية صحافية فشي بلاصة وخاصك تمشي باش تقدم يد المساعده لشي ناس يعني بدون تردد حتى كتلقى راسك وصلتي عندك. شنو نقول لك قدام محسن دابا رقم التجربه ديالي انا بديت شويه صغير في الميدان كنهز عليا الميدان ديال الصحافه وانا كنقرا في كوليج وصقلت شويه الموهبه في مرحله ديال الثانوي نوجه تحيه عاليه للاستاذ عبد الكبير الداديسي اللي اسسنا معاه واحد النادي سميتو نادي الصحافه والاعلام في ثانويه الحسن الثاني. برومور خديمه ديال الحسن الثاني راه غتعرف 2011 2012 تماك اسسنا النادي ديال الاعلام والصحافه وكانت تجربه جد 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 رائعه. اضطرنا الاستاذ داديسي هو في نفس الوقت يزاول المهنه كمراسل وكشاعر وكاتب قصه كان وجه لي تحيه عاليه وايضا الاساتذه اللي قدموا لي المساعده في الكليه متعدده التخصصات في مدينه اسشي وعلى راسهم الدكتور الاستاذ كور. ايضا وجه تحيه عاليه لواحد الاستاذ قراني البكالوريا السي محمد الحمون دكتور دابا في اللسانيات في علوم اللسانيات في اللغه كنوجه لهم تحيه عاليه. هادو بين الناس اللي قدموا لي الشيء الكثير المساعده الكبيره والكثيره في المرحله ديالي في التكوين ديالي وفي النشاه ديالي مجال الصحافة ومنشأة الأستاذ طلال مدير المعهد في مدينة الدار البيضاء وتبا للأساتذة اللي ماركاو الحياة ديالنا. اللي بغيت نقول لك عودة من الموضوع
يمكنش ليك شي واحد يفرض عليك انا كدير شي خدمه في بعض الاحيان فوق من الطاقه ديالك، ماشي الا في حاله واحده وانك كتكون تحب هذاك الشيء اللي كدير. ما تقدرش تعطي فيها. دابا نفترض دابا بحال محسن يقول لك شوف اخويا انا كاميرامان الله يرحم باك ونخدم اخويا بالوقت، غنعيط شنو نقول اخويا على التسوية تاع الليل حيت توجهنا ثلاث بكره وصورنا مع الاسره الزوج ديال حسنة اللي توفات الاربع اللي فاتوا اتهمات الاسره ديال الزوجه ديالو بانه تسبب في القتل ديالها. محسن يقول لك للاسف مرته في حاله ديال مرحله ديال الاكتئاب في اللحظه ديال الانفعال، شربات الدواء وجا دار عاد الزاد المستشفى وللاسف وفاتها المنيه هناك. كنوجه لهم حق تعازي هاد الاسر بجوج، كنقولوا لهم الفقيده الله يرحمها حسنة الله يرحمها، هاد الاخوان حضروا عقولكم على باقي الوليدات حسنة في الحياه ما غيبغوش يشوفوا مشاكل اخرى، عافاكم الى ما حضروا عقولكم. نرجع معكم الموضوع وثاني باش ما نتوهوش بزاف. الحاله ديال 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 العمل الا ما كنتيش كتبغي خدمتك والله لن ما تقدرش تعطي فيها العطاء، لن يكون هناك البت عطاء. راه حجم الرسائل اللي كتوصلنا مع الصفحه والارساليات ديال الناس والرسائل ديالهم اثرت الحالات ديالهم، نحن هنا من اجل تقديم المساعده. والله في كثير من الاحيان الله الا كنت ما كرهتش وكنا وكنت نقدر نتفرق وكل مدينه نخدم فيها في هذا الموتور. كنوجه تحيه عاليه لساكنه مدينه شيشاوه، كنقول لهم اعتذر الاخوان ما قدرتش نجي عندكم اليوم وحتى غدا للاسف حيت مازال عندي عندنا شي تاع صويره، ولكن ان شاء الله في هذا الاسبوع غنطلعوا نشوفوا الحالات ديال صويره اللي كيتواصلوا معنا. اعتذر بزاف متابعي ومتابعات قناه شوف تي في اننا الناس تاع شيشاوه باقي ما وصلناكمش في اليومين، ولكن راه الله غالب الاخوان راه غير يد وحده لا تصفق. حنا كنحاولوا نعطيو لو ماكسيموم بوسيبل ديالنا معكم هنايا، نوجه لكم تحيات ونشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع قناه الشعب، القناه الاولى بالمغرب، القناه القريبه لجميع عموم المواطنين، القناه اللي متواجده معكم في السراء والضراء. شيء جد مفرح اننا كيفاش كنتلقى اتصال مع شخص باش كيواجه مشكل ولا كيبغي يعبر عن الفرح ولا كيبغي يعبر عن الحزن وايصال الصوت ديالو للجهات المختصه، وانه يتواصل مع القناه بانها القناه الاولى ديال جميع المغاربه، فهذا شيء يفرحنا كثيرا. وحيت ما كاينينش غير انا ومحسن شوف تي في، هناك جنود مجندة وراء، ما احنا غير كطاقم غير هنا في هاد المدن هادو، ماشي غير بوحدنا، كاين رؤساء التحرير، رئيس التحرير، كاين المساعدين ديالو والاخوان ديالنا اللي كيعاونونا في التحرير على مستوى الادارة في مدينة الدار البيضاء. ايضا هناك القسم التقني الاخوان ديالنا اللي مكلفين بالمونتاج بحكم ان هناك ضغط، وحسين ابل كيقدر يدير بروميير مونتاج ويصيفط، والضغط هناك ضغط كبير، المشاكل ديال الارسال الكونيكسيون ديما مدابزين معاها، كدير ثلاثه ديال لي زوبيراتور ثلاثه بهم كيكونوا مشارجين، وللاسف بعض البلايص باش كتدخلوا ثلاثه فيهم ما كيكونوش خدامين، والهواتف ديما خصها تكون مشارجيه باش ما يديرش شارجاوش. عاد هناك مجموعه من الزملاء اللي كنكنوا لهم الكثير 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 من من من, من الاحترام، وتحيه للزميل الاستاذ سي حميد الحقاوي. الله اخويا حميد ما شفتكش هادي شي يومين، ما تفرجتش حميد راه مازال في على ما اعتقد في الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه. ايضا الاخوان المشرفين على الصفحه
اللي كيتلقاو الرسائل ديالكم اللي كيقراوها سور بلاس وصيفطوها للإدارة ومن بعد كيتم التحويل ديالها علينا باش نتفاعلوا مع الحالات. هناك الكثير 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 على رأسهم أستاذ المدير العام ديال المؤسسة أستاذ دريس الأخ دريس. أكيد هو كاين واحد التعليق هنا من عند محمد خيامو كيقول لك تحية وتقدير إلى السيد إدريس الشحتان. تحية ليك تماما ما ذكرتو أخويا قبل ما الأخ دريس ما نزيدش الهضرة بزاف باش ما نقولوش راه نشكر المدير عنده ولكن راه خدام المؤسسة على المؤسسة هو كيف ما كيقول السي دريس ديما كيقول المؤسسة هي أسرة وجسم واحد ممكنش الجسم يخدم بلا عضو لو أصغر عضو تكمن به ومن خلاله النجاح وتكمن من خلاله عملية النجاح ديال هذه المؤسسة. بحال الأخ اللي كيلصق معايا دابا في هذا الليل راه حتى هو بادي الخدمة ديالو مع 8 الصباح وباقي كيلصق معايا الحدود بحنا ربما فاش غنخلص ورا غنعاود نلصق أنا وياه غنلقاه معايا أونكور غيكون معاك أونكور حتى هو من 8 الصباح ولا من 7 الصباح هو فايق خاص المكتب الدار باش يتسالي ويمشي خدامة غادا خدامة. شو آخر عندنا في التعليقات؟ طارق السلامة تصبح على خير تصبح على خير الله يسمع الله يمسك على خير الله يمسك على خير خويا شو اسمي؟ الأخ محمد خويا أمسية سعيدة ليك أخويا تحية لكم مرحبا بكم الإخوان ما كرهناش الاتصال معكم افتحوا موضوع النقاش شكون بغى يخوي يقلبوا علينا في هذه الليل يا مرحبا للناس اللي بغى تعاود شي قصه ديالها او ما يؤلمها ممكن لكم انكم تواصلوا معنا عبر رقم محسن في رقم ديال الواتساب تواصلوا بنا على رقم 06 35 30 17 98 06 35 30 17 98. كيف ما ذكرت متابعينا ومتابعينا الكرام عرفتوا الطريق طويلة الإخوان طريق طويلة طريق طويلة خصوصا إلا كنتي غادي بسرعة غادي بشوية أنا فريمون طريق طويلة الإخوان نوجه تحية لخويا المهدي الويداني خويا المهدي كنقول لك شكرا أخويا أمسية سعيدة بزاف هاد الليلة هادي كنوجه ايضا تحيه للوالده ديالي اللي كتكون كتفرج معانا المهدي مسكين الصباح انا غادي نشد طريق اليوسفيه وانا مريض ما قادرش الصباح نصوم مريض احس بالام فظيع ولكن مضطر اني نتوجه عند الاسرة الصباح ومع مع الخرجه ديال المدينه هو عيط لي داك الصديق ديالي المهدي هي كي داير مع الصحيحة لاباس عليك قال لي شتك البارح غابر قلت له دار البارح حتى هي كانت عندي واحد السفرية خاصة انا هادشي علاش ما كنتش وليو فين دابا قلت له بين قلبك يا امرنا اخويا قلت له يلا معايا اخويا صبري الله يرحم بها الوالد ومشى معايا وانا عندي لافوبي ديال السرعة هو ما عنديش ماشي حاجة سميتها السرعة الا السرعة انا ما هادي هي تجاوب معايا واحد الخيط هو غادي ب 60 ونقول اخويا راه 60 هذيك امتى غنوصلو دابا انا وصلت على 90 قال لي غادي فيبري قال لي وخلينا ساكتين خليني غادي ب 60 تحية لي اخويا مهدي تحية لك اخويا شكرا على ريبي وميروندينا المهدي انت زلف خذ ميروندينا وريبي اخويا راه مزروفين اخويا تحية لك اخويا المهدي تبارك الله عليك اخويا وتحية لساكنة مدينة اسافيل لجميع الاصدقاء اللي ما كيتردوش في تقديم يد المساعدة أكيد هو معروف على ساكنة حاضرة المحيط أنه دائما يعني فيما كيف ما كتوقع في اليوم كتلقاهم هناك
تماما. ايضا الناس تاع اليوسفية والاصدقاء ديالنا تماك في اليوسفية، ما نذكر سميه ديال حتى شي واحد حيت نتوما بزاف عندي في اليوسفية والشماعية، ما نذكر فيكم حتى شي واحد باش ما ننسى حتى شي واحد، باش ما يتقلق مني حتى شي واحد. مجموعه ديال الاصدقاء كنوجه لهم تحيه عاليه، وايضا كنوجه تحيه لخويا عبد العالي في مدينه الصغيره. سمح لينا ربي اخويا الا ما سمح لينا اننا صدعناك اخويا عبد العالي في هذا الليل، غنخلوك مبرزط معنا كتسنانا باش تجي تعطينا المنزل. تماما راني راه كتقال عليا دابا في اللسان المنزل. حنا دابا متواجدين في منطقه وناغه، وكنوجه تحيه مره اخرى لعبد العالي خويا، ربي الا ما سمح لينا خويا انت مسهرينك في هذا الليل، بما نوصلوا ناخذوا من عندك الزوارت عاد نمشيو نكملوا الخدمه. اذا حنا في منطقه وناغه كنفرح بزاف حيت كنعرف راسي صافي ما بقى ليا والو على الصويره. بقات ليا تقريبا واحد 25 دقيقه على الصويره، فانا اعتبر نفسي بانني وصلت للصويره صافي. كنحس براسي راني في وسط المدينه، بحال في الدخله ديال كازا وغادي المقاطعه. المقاطعه المهم كتعتبر راسك راك وصلتي، وانا نسبيا الطريق مزيانه ما بقاش عندي السكوس الطريق. اذا انتهى المشكل ديال 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 الحفاري والعقابي والسكوس، ربما غنصوب دابا شويه على خاطري. واحد التعليق اخر من عند الاخ رشيد كيقول لك اسفي بلاد الرجال. والله عمرها دار والله عمرها شجره، وليدات اسفي كاملين، هي تاسفي الرجاله ديالها العيالات ديالها، كنقول لهم تحيه ليكم تحيه ليكم. اليوسفية كان هناك جو يوحي بأنه يعني ستكون تساقطات مطرية، ولكن للأسف كانت جد قليلة. اللهم سقينا خيطا يا رب العالمين في هذه الليلة المسائية، محتاجين فعلا الشتاء، محتاجين الشتاء، البلاد محتاجة الشتاء. أيضا هاد الموجة ديال الحرارة اللي عرفتها مختلف مناطق المملكة المغربية، هي موجة حارة جدا دازت علينا قاسحة يا اخوان، دازت علينا قاسحة. تلمست اخويا حسن، جينا على تلمست اخويا، جينا على تلمست.
دير هذه كدوز على ما اعتقد، على ما اعتقد المحط مكتب ولا جامعة كتخرجك على الطريق في جامعة وتخرجك في الطريق ديال الغزوة، دير ما تحتاج تدخل على مدينة الصويرة، تخرج ديالك في المحط مكتب الغزوة ديال الصويرة. وحنا مازال مكملين دابا الطريق ديال مصر مدينة الصويرة. جاك النعاس قبيله كان فيك غير الجوع، جاك النعاس ابو حسين، جاك النعاس اخويا ابو حسين غير كيرك كيف ما كنت قلتها بالعمل انا زمن انك تصبر يا ريت الله عليك ابو حسين تصبر انا كيعجبني واحد المعتار يعني انا الحاجه اللي ما بغيتهاش ما غاديش نعطيك كيعجبني واحد المعتار كيقول لك إن لم تعمل على تحقيق حلمك فسيقوم أحدهم بتوظيفك كي تقوم بتحقيق حلمك، يعني إلا ما خدمتيش على واحد الحاجة كتبغيها نتايا وتقاتلتي غادي يجي واحد وغادي يخدمك في واحد الحاجة اللي ديالو هو، يعني الحلم ديالو غتخدم غتخدم معاه باش يحقق الحلم ديالو. فهذه هي المقولة اللي كنقال من هنا، يعني تقاتل على واحد الحاجة كتبغيها كانش حب ديالنا للميدان ما غاديش نكونوا معكم الان، وما غاديش يعني ما غنتلاقاش انا وكعطا مش عارف انت وحسين دابا تقريبا انت معنا اكثر من عام عاد جلد حق على دابا في التجربة ديالنا على طرف القناة تشوف ديالنا حتى الاخوان الطريق ملي كتكون زوينة خاوية كتكون طريق مصنعة ما كنرناش المغرب كامل غادي بالطريق هادي كاملة بحال هكا كاملة كاملة الإخوان طريق واسعة ومسرحة وزوينة لا حفار لا دك 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 لا سكوس لا والو هكذا وقيلا شي ثلاث مرات ولا أربعة دابا في الطريق منظر جميل ديال القمر راه هما كتشوفوه جميل شو هسه عندي
شي 110 كنت تم تقريبا كاين شي 130 128 باش دينا الطريق طويله اليوم انا كنا في 3 بوكدرا خرجنا مشينا رجعنا على السبت عاد كملنا حتى المسط شارف نبيل.
اذا ها هي مدينه الصويرة. هنا مدينه الصويرة متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نقول لكم امسيه سعيده، دمتم في رعاية الله وحفظه إلى بث قادم إن شاء الله. تبارك الله عليكم.